خالد أحمد السيد الجديد من محافظة دمياط من ذوي الاحتياجات الخاصة. عندي ضمور في عضلات الأطراف في الصوابع زي كده، هي المشكلة معايا إنها مش بتتفرد للآخر بس، لكن الحمد لله مش مؤثرة معايا في حاجة. سبب الإعاقة كانت إجت لي تقريبا في سن 14 سنة، كان سببها زعلة كبيرة على فراق والدتي مع ضغوط الحياة ونظرة الناس والتنمر وكده. أنا كنت وصلت المرحلة اللي أنا كرهت التعليم وكرهت كل حاجة، يعني أنا كان أمنية حياتي إن أنا أبقى مدرس تربية فنية، وسبب كره للتعليم وإن أنا مكملش وتأثير في الدراسة دي كان سببها برضو تنمر الناس وكده. ما كنتش حابب حتى ان انا اكمل، لدرجة ان انا كان مستواي بقى وحش في التعليم جدا. مع الوقت لما والدي بدأ يشجعني وكده ويحفزني، فبدأت احب الحياة تاني وارجع تاني. كملت تعليم، اخدت دبلوم صنايع. بدأت الفكرة معايا من سن 7 سنين وانا صغير كده، كنت دايما بحب النحت العربيات والحاجات دي على الخشب او على الفل. كنت بجيب الفل اللي هو اللي بيجي مع الاجهزة الكهربائية اللي بيحميها من الصدمات والحاجات دي، كنت بجيبه واقعد اشكله واعمل بيه سفن وحاجات من دي. فكان عندي الموهبة من وانا صغير، لكن لما كبرت وانا في الصنايع اللي رجعني بقى وحفزني تاني للفكرة، واحد صاحبي كان بيتحداني، فهو عارف ان انا رسم كويس، فوصف لي مركبة وقال لي في مركبة كذا كذا كانت في فيلم جميل جدا، فيلم اسمه تايتانيك. ما كنتش انا اعرف فيلم تايتانيك ده ولا اي حاجة. المهم حفزني ان انا اعملها، فعملتها ووصفها لي على قد الوصف اللي هو وصفه لي. قدرت ان انا ارسمها وحاولت ان انا انفذها، عملتها حوالي 9 مرات. في كل مرة بعملها بعملها بشكل افضل وبأداء احسن، لان طبعا الحمد لله اكتسبت خبرة اعلى، ومع الخبرة بيزيد بقى. انا بس كل الحلم اللي عندي ان احنا نسلط الضوء على ذوي الاحتياجات الخاصة ونهتم بيهم وندعمهم في المشاريع اللي بيعملوها، لان احنا بجد عندنا مبدعين وعندنا مواهب كتيرة لا حصاد لها.